هلو يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا كويسين وبخير. المرة دي يا جماعة ما حاخد مكياج لأنه جاني طلب خاص من 2 أخوات عندي، يعني فانس في القناة بتاعتي. طلبوا مني إنه المرة الجاية لما أتكلم عن موضوع فيه وتجربتي الخاصة أو كده، بدل ما أخد مكياج ممكن أكون لا إنه يكون ماسكة قهوة وبتونس معاكم instead. زي ما عودتكم دائما يا جماعة بتكلم في موضوع عندي فيه تجربة خاصة. الموضوع اللي حابة أتكلم عنه ده سألوني منه ناس كتير إنه أتكلم عنه في قناتي على اليوتيوب، علشان كده هسا أنا حابة أتكلم معاكم عن الموضوع ده صراحة، اللي هو كيف ما نهتم لكلام الناس، وكيف أنا شخصيا بطلت أهتم لكلام الناس وما أشتغل بيه كتير، لأنه على قولتهم كلام الناس لا بيودي ولا بيجيب. الناس اللي بتهتم لكلام الناس كتير وبيكون ده شغلها الشاغل، انه الناس حتقول عنها شنو وممكن تتكلم عنها وتقول شنو، ديل الناس اللي بجد ما حيقدروا يعملوا اي حاجة في حياتهم. وحتى اي حاجة في حياتكم انتوا بتكونوا بتعملوها، اذا بتهتموا لكلام الناس ما حتكونوا راضين عنها، لانه دي ما حاجة انتوا بجد عايزينها، دي الحاجة اللي عايزينها الناس ليكم. لانه انا يا جماعة كنت بهتم لكلام الناس شديد، يعني ما عارف الحاجة دي كانت جاية من عدم ثقة، غير انه في نفسي في الحاجة اللي انا كنت بعملها، او حاجة تانية لاحظتها انه انا كنت بهتم لكلام الناس كتير لانه انا كنت بعلق على حاجة الناس التانين كتير، يعني مركزة مع الناس التانين برضو. فدي حاجة لاحظتها، عشان كده متخيلة انه اي زول مركز مع حاجاتي انا برضو. اول حاجة عملتها علشان ابطل موضوع انه اهتم لكلام الناس ده، انه انا ابدا بنفسي اول. واول ما بدات الاحظ الموضوع ده لقيت انه انا الانرجي بتاعتي كلها مضيعاه في حاجات ما عندها علاقه بي. يعني ليه اضيع الانرجي بتاعتي والطاقه بتاعتي كلها اضيعها في حاجات بتاعت ناس تانين، بدل ما اكون انا بضيعها في حاجاتي انا؟ فقررت تماما انه ما اركز في حاجات الناس التانيه، واركز في الحاجات المهمه بالنسبه لي ولنفسي. فلما بدأت أعمل الحاجة دي لاحظت إنه تدريجياً بقيت أنا، لأنه ما مركزة مع حاجات الناس التانين، لاحظت إنه أنا برضو إنه لا يا جماعة، ما زي ما أنا كنت مفتكرة إنه الناس مركزة معاي ومركزة مع الحاجات اللي أنا بعملها في للدرجة اللي أنا كنت متوقعها. لا، زي ما أنا هسه ما مركزة مع الناس وما مركزة مع حاجاتهم وما بيهمني الناس بتعمل في شنو، الناس التانين الغريب بيعملوا في شنو، لاحظت إنه you know what، ما أي زول برضو مركز في حاجاتي وما أي زول بهمه أنا بعمل في شنو. فدي حاجة ساعدتني شديد إنه بجد ما أهتم بكلام الناس وما أحس إنه الناس مركزين معاي، إنه أنا أشتغل على نفسي وأبطل أركز مع الناس وأشتغل في حاجات الناس والناس بتعمل في شنو. تاني حاجة يا جماعة برضو، ودي دائما حاجة أنا بدخلها في كل موضوع أنا بتكلم عنه، موضوع الثقة. والمرة دي عايزة أقول ما بس الثقة في نفسكم، حتى لازم تركزوا في موضوع الثقة في الحاجة اللي أنتوا بتعملوها. يعني أنتوا لو بتعملوا أي حاجة ومصدقين في الحاجة دي وعارفين إنه الحاجة دي هي اللي حتفيدكم والحاجة الكويسة ليكم، خلوا عندكم ثقة فيها، لأنه لو أنتوا مقتنعين بالحاجة اللي أنتوا بتعملوها ما المفترض أي زول ولا اي زول تاني ولا اي تعليق او تركيز من الناس اللي حواليكم يأثر في موضوع الحاجة اللي انتوا بتعملوا فيها. لو عندكم حاجة يا جماعة انتوا بتعملوها وانتوا حابينها وواثقين فيها، ما تهتموا بكلام الناس، الغوا كلام الناس ده تماما من حياتكم، لانه زي ما قلت لكم الناس حتتكلم مهما عملتوا. والله يا جماعة مهما عملتوا الناس حتتكلم، ومهما الحاجة اللي انتوا كنتوا بتعملوها كويسة حتلقوا تعليق نيجاتيف عليها، وحتلقوا ناس بتتكلم عليها وناس ما عاجبت انتوا بتعملوا. فاذا ركزتوا مع كلام الناس كتير وما كان عندكم ثقة في الحاجة اللي انتوا حتعملوها، ما حتقدروا تعملوا اي حاجة في حياتكم. حديكم مثلا يا جماعة هسه مثال على الموضوع ده. انا اول ما بدأت قبل ما حتى ابدأ موضوع اليوتيوب كنت عملت جروب كده بيني انا وصحباتي علشان ارسل ليهم مثلا الفيديوهات اللي انا بعملها قبل ما انزلها في اليوتيوب. الجروب فيه كذا بيت، ما في فيديو جماعة نزلته مثلا كلهم حبوه او كلهم مثلا حبوا كل حاجة فيه. دائما بيكون مثلا تعليق مش نيجاتيف، بس انه مثلا او لا ما حبيت الحاجه دي غيريها او اعمل الحاجه دي الثانيه، مش جاي من قصد انه او
تعليقات مثلا كده سلبية، ما لا، على أنه عايزيني، لأنه صحباتي يعني في النهاية عايزين يشوفوا الحاجة اللي أنا بعملها دي is perfect. فلاحظت أنه مهما عملتها ومهما حاولتها مستحيل أقدر أرضي كل الناس، فما بالك 5 ما قادر أنت ترضيهم، فما بالك كمان يكون في آلاف الناس اللي بيتابعوك، آلاف الناس اللي بيشاهدوك. مستحيل تقدر ترضي كل الناس، دائما حتلقى في ناس أنه مثلا ما عاجبها الحاجة اللي أنت بتعملها. فعلشان كده لو أنتوا يعني الهدف بتاعكم أنكم ترضوا الناس، بجد يا جماعة ما حتقدروا تعملوا أي حاجة في حياتكم، وحتوقفوا أي حاجة أنتوا عايزين تعملوها. دي الحاجة الثانية اللي حبيت أركز فيها، اللي هو موضوع أنه خلوا عندكم ثقة في نفسكم وعندكم ثقة في الحاجة اللي أنتوا بتعملوها. عندي ناس كتير مثلا بعرفهم في حياتي جدا جدا يعني بيهتموا لكلام الناس بصورة فظيعة، يعني اي حاجة مثلا عايزين يعملوها، اي حاجة عايزين يسووها، دائما بفكروا انه الناس حيقول شنو، والناس يعني حتفتكر عنهم شنو وكده. فالناس دي انا بجد شايفاها بتعاني في حياتي كتير، او عانت في حياتي كتير، لانه الناس زي ما قلت دائما بيكون عندهم حاجة سلبية او ما راضين عن الحاجة اللي انت بتعملها. فانت كده دائما حتعيش في دوامة حقت انه انا ما المفترض اعمل الحاجة دي، لانه الحاجة دي ما حترضى الناس. فانت ذاتك ما حتكون مرتاح نفسيا، لانه دائما دائما بتفكر ومركز مع الناس بتقول عنك شنو، والناس عايزة منك شنو. فثالث حاجة لازم تركزوا فيها يا جماعة، موضوع راحة بالكم. راحة البال دي يا جماعة مهمة شديد. لما انتوا تكونوا مركزين مع الناس وعايزينكم تعملوا شنو، ما حتقدروا ترتاحوا لا نفسيا لا حتى جسديا، لانه دائما بتكونوا في موضوع انه بتحرقوا في طاقة يعني ما لامها داعي بسبب تركيزكم مع الناس والناس عايزين منكم شنو. يعني انا هسه لما ادخل في مثلا على اليوتيوب واقرا التعليقات حقت الناس، في تعليق مثلا بيكون جاني سلبي انه وضاحه مثلا كلامك كتير، اوف مزعجه، او اوف انتي ديش ندل هسه الفيديو نزلتيه، وده التعليق الفوق طوالي او تحت طوالي بيكون بجد يا وضاحه حبيت الفيديو شديد، شكرا لانك عملت الفيديو ده، بجد بحب كلامك. بيكون الكلام العكس تماما. فيعني مستحيل يا جماعه انكم تقدروا تردوا كل الناس. يعني ده يعني سمبل اكزامبل هنا، انه عينت للتعليقات دي انا قلت بجد انه انا ما حقدر ارضي كل الناس، انه لو قعدت اركز في كل تعليق، لو قعدت اركز في كل حاجه سلبيه الناس بيقولوها، بجد ما حقدر اعمل اي حاجه في حياتي. يعني فشنو حالقى نفسي انه انا بجد تعبت نفسيا وانا ما قدرت اعمل اي حاجه في حياتي. ثالث حاجة يا جماعة، ركزوا في موضوع راحتكم وراحة بالكم وراحتكم النفسية، بدل ما تقعدوا تركزوا في انكم ترضوا الناس وانكم يعني تهتموا بكلام لا حيودي ولا حيجيب في النهاية. وحيانا يا جماعة المشكلة لما انتم مثلا تكونوا في ناس معينين كده you look up to، يعني مثلا دائما يعني اي زول بيكون في زول في حياته كده بيهتم برأيه، بيهتم بمثلا الزول ده بيفكر فيه كيف، او مهتم للفكرة او الرأي بتاع الزول اللي انت يعني you look up to ده، سواء اهلكم سواء اصحابكم سواء whoever يعني، او حتى زول مثلا غريب انتو مهتمين برأيه وحاجات زي دي. احيانا حتى الناس ذي اللي انتو مثلا you look up to او مثلا بهمكم رأيهم وكده، الناس ذي ممكن تكون هي الناس السلبية في حياتكم، لانه في النهاية الناس ما بتشوف الحاجة اللي انتو شايفينها في الحاجة اللي انتو عايزين تعملوها. فانتو ما تخلوا انه كده في زول مثلا في حياتكم يكون هو الفكرة بتاعته او الرأي بتاعه هو الاول والاخير في حياتكم. never never يا جماعة، لانه انتو في النهاية الزول اللي انتو you look up to ده، او الزول اللي انتو بهمكم رأيه شديد ده، في النهاية هو انسان، في النهاية هو بني ادم. ففي النهاية أكيد هو حيكون عنده رأي مختلف في يوم من الأيام، هو عنده مثلا حتى مشاكله الداخلية مع نفسه، يعني مثلا ممكن يكون هو زول جدا نيجاتيف، زول جدا ما بيحب مثلا يشوف الخير للناس التانين، لكن مثلا دي انتو حاجة ما شايفينها، فما بتقدروا مثلا تعتمدوا على الشخص ده تماما انه هو الأول والأخير ورأيه هو يعني بيحدد مصيركم. دائما خلوا رأيهم كأكسترا كده، عرفتوا يعني حاجة كده
اكسترا للطبخه، يعني اضافه بس كده للطبخه، ما يكون هو العنصر الاساسي للطبخه بتاعتكم. فدرا بحاجه يا جماعه، ما تخلوا انه انتوا تركيزكم او مثلا الحاجه اللي انتوا عايزين تعملوها تكون مركزه بس في راي زول واحد او في راي زول معين. برضو من الحاجات اللي ساعدتني انه انا يعني ابطل اهتم لكلام الناس، اللي هو I stopped being a people pleaser. لما انت تكون شخص بس عايز ترضي الناس، عايز ترضي بس الناس اللي حولك، حتى لو الحاجة دي انت ما راضي عنها او حتى الحاجة دي انت ما عايز تعملها، بس بتعملها او بس بتسويها علشان ترضي الناس اللي حولك. ودي حاجة بشوفها كتير، خاصة للناس اللي بيجوا مثلا بيدخلوا مثلا مجالات في الجامعة أو في الدراسة، هم حاجات ما حابين، حاجات بس عايزين يعملوها عشان مثلا يرضوا ناس معينين، يرضوا مجتمع معين، يرضوا أهلهم. فشنو تكونوا أنتوا بس بتعملوا الحاجة دي عشان ترضوا ناس؟ فالناس اللي بيعملوا الحاجة دي أو الناس اللي بيكونوا دايما عايزين يرضوا الناس التانين او يرضوا غيرهم، بجد بتعبوا في حياتهم شديد. انه زمان انا مثلا كنت حابة انه في الاول طبعا انه اهلي كانوا عايزيني مثلا اطلع دكتورة، فانا لما كانوا اهلي عايزيني ادخل طب وكده، وكنت في الاول انا يعني حابة موضوع الطب اوكي. بعدين لاحظت انه انا اول حاجة انسانة جدا جدا بخاف من الدم، بخاف من الابر، يعني انا لو شفت ابرة قدامي سيريسلي انه ممكن يغمى علي، يعني للدرجة دي بكره الابر وللدرجة دي ما بحب ادخل مستشفيات نهائي. انا لاحظت الحاجة دي، يعني انا كيف ممكن ابقى دكتورة وانا بكره اي حاجة لها علاقة بالطب؟ طب حابقى دكتورة كيف؟ يعني بجد حابقى دكتورة كيف؟ يعني ففكرت في الموضوع ده، فحولت من طب، قلت لأهلي أنا ما عايزة أدخل طب وما حأدخل طب. بس بعدين لما يعني هسه أنا لما فكرت في الموضوع إنه أنا بجد كنت عايزة أدخل طب بس علشان أرضي مثلا أهلي. ففي النهاية يا جماعة، حاولوا إنكم ما تعملوا حاجة علشان تكونوا بس بترضوا الناس وبس عايزين الناس إنه تفكر فيكم في بفكرة معينة. اول حاجه دي زي ما قلت لكم حتستنزف منكم انتوا طاقه، ما غير كده ما حتستفيدوا اي حاجه، وحتلاقوا نفسكم بجد بقيتوا يعني تعبانين نفسيا وتعبانين جسديا. فدي من التبس اللي انا برضو مهمه. خامس حاجه انه انتوا لازم تعرفوا يا جماعه كيف تقولوا لا، وكلمه لا ما تحسوها ثقيله عليكم. يمكن في الموضوع ده يكون في الاول صعب، لكن with time مع الوقت حتلقوا الموضوع ده بيجي لكم سهل وبيجي لكم عادي جدا انكم تقولوا لا، وانكم توقفوا موضوع انكم لازم ترضوا الناس. الموضوع ده يا جماعة طويل شديد، وفي يعني كذا example كنت عايز اديكم ليه وكذا مثال، ولسه ادخل لكم في details اكتر، لكن لاحظت انه الفيديو بقى طويل شديد فلازم انهيه هنا. ورونوا انتوا يا جماعة، هل انتوا من الناس اللي حاسين انه كلام الناس وكلام الناس وآراء الناس بتهمكم ولا لا؟ وإذا لا، كيف قدرتوا توصلوا للمرحلة دي إنكم ما تهتموا بكلام الناس وبآراء الناس؟ اكتبوا لنا ده في التعليقات، وما تنسوا يا جماعة إذا حبيتوا الفيديو تعملوا سبسكرايب وتعملوا شير للفيديو، علشان إذا في ناس تانين حيستفيدوا من الموضوع اللي أنا تكلمت عنه ده. وأشوفكم يا جماعة في الفيديو الجاي. باي.